هاي بيبيز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه. توحشتكم بزاف بزاف بزاف. شفتوا راه ما يمكنش حال توحشت نهضر مع الكاميرا بحال هكا. النهار هذا غادي نمشيو لابيسين، غنمشي انا واختي وصاحبتي، غادي نمشيو ندوزو تما النهار مره، غادي نتوحر في الصيف هذا. المهم غادي نديكم معايا، اي حاجه درتها غادي نشاركها معاكم. فدابا البنات غادي نمشي نجمع الحوايج ديالي اللي غادي نديهم معايا. شنو لابسه؟ لابسه هاد لاغوب هادي، كتجي شويه طويله بحال هكا، ولتحت لابسه واحد لي صوندال في الابيض فيهم واحد شويه ديال الطالون الساكي. وغنمشي كيما قلت لكم غنمشي معايا اختي وصاحبتي. وين دابا بلا ما نتعطلوا، هي بينا. ويلي 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 ويلي، انا غادي نزلق. يا بسم الله. ويلي 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 ويلي، استغفر الله العظيم، شي خرج شي جن من هنا. ناري هادي باينه غادي تحبس. رجعت ليكم، كنبان ليكم هنايا وليت كحله عارفه. المهم رجعت للدار، ما فيها اللي طيب، عرفتوا ميته بالعيا كاع. داك الصداع ديال لابيسين راه دابا كيدور في دماغي، عرفتوا راه ما قداش نسيبورت هادشي اللي في دماغي، وفيا المود ديال النعاس وفيا الجوع. قلت غادي ناخذ شي حاجه من ماكدو، خديت لي نوغات كيف ديما ديال 9 هما. دونك هادو غادي نتعشى بيهم. انا الحاجه الوحيده اللي كتعجبني عند ماكدو هي لي كلاص ولي نوغات، هادو هما اللي نقدر ناكلهم عندهم، حيت دوك البرجرز صراحه كيجوني شويه ناقصين الغوص ديالهم، وما يمكنش ناخذ شي حاجه من ماكدو ما ناخذش ماكفلوري. صافي البنات هذا هو العشاء ديالي، دابا غادي نمشي نتعشى نتفرج شي حاجه ونضربها باحسن نعسه. راه ما يمكنش شحال ميته بالعيا وباقي لي عاد نغسل وجهي. صافي البنات هادشي اللي كاين. غدا ان شاء الله نتلاقاو في نهار جديد. فهاد النهار هذا صراحه ما درتش بزاف ديال الحوايج، غير مشيت لابيسين ورجعت. صافي هادشي اللي درت. صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الفونوس، صباح كداني. صافا لاباس عليكم. المهم هذا النهار الثاني، هذا النهار فين غادي نمشي؟ غادي نمشي لواحد المناسبه معروضه عليها، وبغيت البنت نمشي ناخذ التكشيطه ديالي حيت كريتها. وصافي من بعد غادي نمشي نجيب التكشيطه ديالي، غادي نلبس ونتماكيا، وغادي نوريكم كيفاش جيت. غادي نقدر نشارك معكم حتى الميكاب، داكشي خفيف ظريف، يعني ما نشارك معكم داكشي اون ديتاي. وحاجه اخرى شنو كنت باغا نقول لكم، جوج لبسات، واحد اللبسه بحال واحد القفطان سامبل، ولبسه الثانيه تكشيطه. اللي تقول لي علاش؟ حيت تقصيره ما غاديش تبدي بكري، فهمتوا؟ وفي هذيك الوقيته ديال العشيه ما بغيتش نلبس شي حاجه شارجي، يعني من العشيه وانا لابسه التكشيطه راه ما جاياش، وحتى البنات صحباتي غادي يديروا بحال هكا، دونك حتى انا بغيت نلبس بحال هكا، فهمتوا؟ فهمتوا؟ فهمتوني ولا ما فهمتوش؟ ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشي باش نخرج نجيب التكشيطه، غادي نشارك معكم شنو غادي ندير. هاي البنات يلا جيت، عرفتوا المود ديال الصاد برا، مت 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 ديال بصح. المهم عم التكشيطات اللي جبت، وحده ديالي وحده ديال اختي، ما عرفتش صح واش اختي غتمشي ولا غادي غير تصور بها. شي ندوز عند صاحبتي حيت خصني نصايب ليها مكياج وصافي، هي هذيك ونرجع باش نلبس. خديت شي حاجه هنايا بلا ماما البنات، خديت هاد الرموش هادو ديال بلاك بينك، صراحه ما عرفتش واش غادي يجيو معايا ولا لا، حيت انا ما كيعجبونيش بزاف الرموش، ما كيجيوش مع عينيه. المهم غادي نجربهم، جاوني زوينين غادي نديرهم، ما جاونيش زوينين ما غاديش نديرهم. وخديت هاد الحلقات هادو اللي كيجيو بحال هكا، وعندهم نفس الديزاين ديال التكشيطه اللي غادي نلبسها. كنكون غادا لشي بلاصه كنكون زربانه. المهم ما ديروش البنات اول حاجه على يدي راهم يتقشروا بلا بيسين، ما عرفتش اول ما يديروا لي بحال هكا. شوفوا كي ولاو حالتهم. لونتي راه دائما البنات كنشاركهم معاكم، لي لونتي ديال الذهب لا ريفيرونس بيرل،
هذه هي البنات. دابا غادي نمشي ندير الاي شادو، غادي ندير كونتور، المهم كاع داكشي اللي غادي نديرو غادي نشاركو معكم. بالنسبه للبنات الماكياج اللي بغيت ندير هو ماكياج موف، حيت التكشاطه عندي في الموف. المهم دابا البنات ما غاديش نلبس التكشاطه، غادي نلبس غير واحد بحال نقول واحد القفطان خفيف. غادي نمشيو تما ندوزو العشيه، ومن بعد في التقصيره عاد غادي نلبس التكشاطه. هكا غادي يديروا البنات صحواتي، وتا انا مبغيتش دابا نمشي بالتكشيطه فهمتوا. المهم دابا زربانه زربانه عرفتوا راه مشى الحال. غادي نمشي نقاد عينيه ونرجع. ايوا البنات من بعد ما درت الفون دو طان دابا غادي ندوزو للعينين. درت الكونسيلر ديال اسانس، راه كيعجبني بزاف هذا الكونسيلر. من بعد خديت هذا اللون هذا اللي جاي بيض باش يوحد لينا الجفن ديال العين. خديت هذا لاكولور هذه اللي كتجي صفراء من لاباليت ديال اناستازيا. ومن بعد غادي ناخذ الباليت ديال اسانس هذه الصغيره، غادي ناخذ هذا اللون اللي كيجي بحال خوخي، غادي نديروه فوق عينيه. ومن بعد غادي ندير لاكولور غامقه عليه داك القهوي اللي وريتو لكم دابا. صافي البنات غادي نغمق واحد شويه كما كتشوفوا دابا بدا كيبان اللون ديال الفابوبيير. من بعد البنات غادي ناخذ هاد لاباليت هادي ديال هدى بيوتي، وغناخذ فيها هاد اللون هذا اللي فيه لي بايت جاي موف، حيت التكشيطه ديالي فيها هاد اللون هذا. صافي البنات من بعد غادي ندير الايلاينر. درت حتى هذيك الدمعه ديال العين درتها غير واحد شويه حيت انا ما كتجيش معايا بزاف. درت قلم بيج في وسط العين ما كنبغيش ندير الكحول، ودرت نفس لي زيتاب تحت العينين ما نساوش البنات حتى تحت العينين. درت البنات برونزر، درت بلاش، ودرت لابودغ، درت البيكين هنايا باش وجهي ما يعرقش وباش يبقى الماكياج هو هذاك. حددت لي ليفغ ديالي بروج ليفغ اولا بمحدد قهوي، ودرت هاد لي ليبستيك هادو كنت خديتهم من عند توفيق، غنحط لكم لاباج ديالو. ما عندهمش صراحه شي سميه، ولكن غير لي ليبستيك ديال 10 دراهم زوينين بزاف. خلطت هادوك الزوج وصافي البنات هادشي اللي كاين. دابا حيت مشى عليا الحال شوفوا هنا الروينه اللي درت هانتوما. كتبوا لي في لي كومونتير كي جيت لكم الاجواء وداكشي كيفاش غادي يدوز سامبل. حيت هذوك الرموش كما قلت لكم، شوفوا الميكاب، شوفوا الشعر، درت له بوكلي، انا حبيتني. هاي هذه فلوس انا نقولش كري يقول زين انا خشاك خفيه وحده ساعتين يكملوا. كما قلت لكم هادي مشيت بها غير العشيه، فغادي نلبس التكشيطه ديالي وغادي نوريكم كيفاش غادي تجيني. وغادي نموديفي واحد شويه اوكي، وغادي نموديفي واحد شويه وجهي حيت الماكياج شويه صح. مهم ما نحرقش عليكم المراحل، غادي نلبس ونرجع. البنات شوفوا كيفاش جيت، شوفوا لا كولور ديال التكشيطه. المهم غادي ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان. ديال بصح حوايجي نمشي نضربها باحسن نعسه عرفتو. حي حنا ديال بصح. جايز هذا النهار الثالث، نتمنى تكونوا مزيانين. هذا النهار هذا غادي نمشي نتقدى شي حوايج انا وبابا من كارفور، حيت
غادي نمشيو للسعوديه وغادي نجلس واحد 5 ايام تما. بغيت نسولاج مع راسي، بغيت نرتب الافكار ديالي، بغيت نتبحر واحد شويه. مهم فاش غتشوفوا هذا الفيديو هذا غتقولوا هذه كيفاش جاتها، تحط لينا فيديو في يوتيوب، ولكن راه كنت غابره حيت كان البيسي ديالي خاسر. كل ما كنبغي نحط لكم شي فيديو في يوتيوب كتخرج لي شي حاجه. المهم دابا غادي نمشي باش نلبس، باش نخرج انا وبابا نمشيو نتقداو شي حاجات. والغدا لي ان شاء الله في الصباح غادي نشارك معكم شنو غادي ناخذ معايا، حيت البنات غادي نجمع حوايجي حتى الصباح، فهمتوني؟ ما غاديش نجمع حوايجي في الليل. وصافي البنات هادشي اللي كاين دابا، بلا ما نتعطل نمشي نلبس باش نخرجو نتقداو، وصافي هادشي اللي غادي ندير هاد النهار. صباح النور، صباح الورد، صباح الخير، صباح الياسمين اختي. المهم اليوم غادي للسعوديه، البنات اللي ما كيعرفوا السعوديه واحد المدينه فيها البحر. المهم غادي قريبه لوجده، يعني ما بعيدناش بزاف. غادي نجمع حوايجي معاكم، غادي نشارك معكم داكشي اون ديطاي حيت زربانه، خصني دغيا نجمع داكشي. ومن بعد البنات غادي نهبط نعاون اختي نجمعوا داكشي ديال الماكله وداكشي ديال الدار، حيت كما قلت لكم حنا غادي نجلسوا تما 5 ايام و نرجع باش نلبس وباش نتحرك. عندي واحد الروينه، شوفوا شوفوا الروينه اللي عندي. الاوتفيت ديالي، لبست غير هذا اللباس هذا، راكم تكونوا شفتوه في انستغرام ونعيلتي وريمو ثاني دراسمي، حيت ما بغيتش نلبس هذيك ديال الطالو، راكم عارفين غير في اللوطو. مهم صافي حوايجي هنايا مقادين، كلشي مقاد، حوايج اختي هنايا. دابا نتحركوا. مهم فاش غادي نكون شاده الطريق غادي نهضر معاكم. ايوا اختي صافي هادشي اللي كاين. انا منقله الدار كامله، كان ندير دابا نهود هادشي. رجعت ليكم. البارح ما صورتش ليكم شي حاجه، اول حاجه جينا عيانين، ثاني حاجه كنا كنقلبوا على الدار، عمرني ولا عشت هذاك الصاد اللي عشتو البارح. المهم هذا النهار هذا يا اختي غادي نفلوغي ليكم، غادي نديكم معايا للبحر. المهم اول حاجه لقينا الدار، دار مزيانه، شوفوا فاليستي فين مزلعه تما. المهم كما قلت لكم البنات لقينا الدار، فهذا النهار الثاني. المهم البارح ما درنا حتى شي حاجه، غير خرجنا في الليل مشينا ضربنا دوره في الشارع وصافي. هاد النهار هذا غادي نمشيو للبحر، غادي نديكم معايا اختي ولبس هاد البوركيني ديالي. البنات كتسولوني عليه بزاف في انستغرام، هذا البنات كنت خديته غير من السوق، وما كاينش تعرف البلا غادي يعجبكم، كنت خديته غير من السوق، راه البنات موجود في هاد الشاب وهذا شو حيت كاين الشمس وبغيت نتصور به. المهم علينا، كما قلت لكم البنات شنو غادي ندير، غادي نمشي نفطر البنات دابا، شريت الحرشه على المسمن وغادي نمشي نشرب واحد الكاس ديال اتاي اختي بالنعناع، وديك الساعات نردو البجاج ونمشيو للبحر. شوفي البلد فوق الاخر، فوق الطبسي. المهم البنات دابا عاودين غادي نمشيو للبحر، تعطلنا البنات واحد شويه حيت كنا كنفطرو. ايوا صافي البنات، المهم دابا عاودين. هاد الشاب وهذا شاد الرادار. واش بابا التالي ديال البحر؟ منين جابوا هاد البيت هاذيك؟
البنات وصلنا للبحر ضربناها بعومه ايوا يا اختي وقاسين كنت برونزه ماشي كنت برونزه ولينا درنا ليكرو وصافي كلينا شويه دابا راه الربعة غادي نولي ندخل هذيك الخمسه هكا صافي باش نضربوا في الطون زوين وحتى البحر زوين يعني هادئ جدا هذا البلاص البحر ديال السعوديه ولكن الناس راهم يبانوا معايا قلت لكم ما هذا البحر ديال السعوديه ولكن هاد الجهه هذه بعيده على فين كيعوموا فهمتوا يعني جايه من مارينا هادشي جايه من مارينا ولكن بعيده فهمتوا على البحر اللي كيعوموا فيه في صحاب السعوديه نقول لك احلى ما تتفليش بزاف اللي تنتي لك هاد ايوا غايز غتشوفوني في الدار حيت فاتت هذيك الخمس ايام دونك تبحرنا ما صورتش ليكم حيت الفلوق غادي يجي طويل بزاف صافي البنات هادشي اللي كان رجعنا للدار ارتحيت دابا البنات باقي لي غير البيت ديالي نقادها واحد شويه مرونه ديال بصح حانه بزاف حيت رجعت لليوتيوب وحيت غنبدا ان شاء الله نحط لكم لي فيديو انستغرام ديالي نحطو لكم هنايا وتابوناو في لاشين ديروا جيم عرفتوا البنات محتاجه الجيم ديالكم حيت البنات هادي شحال ما حطيت لكم لي فيديو وفاش غنحط لكم هذا الفيديو هذا ما غاديش يكون التفاعل فيه دونك البنات كومونتيو ديروا لي جيم المهم ما نخافش عليكم بارطاجيو وصافي البنات نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله كنبغيكم بزاف باي باي.